خلي بالك العالم. دايما وزي ماتشات الكوره دايما وارد جدا ان المدير الفني بيكون ليه فيجن معين بيحط تشكيل على اساسه، لكن الاهم من كده انك بترجع وتقرا الملعب كويس وبتبدا تعدل دوت، فده اعتقد برضو من الاشياء المهمه كابتن. انا الجزئيه دي عايز برضو يعني طبعا كلام كابتن محمد فعلا محترم جدا وفني طبعا بحت، يعني عايز اضيف بس جزئيه وبرضو في نفس الوقت باخد راي كابتن محمد فيها يعني. بالنسبه لاحمد الاحمر في بدايته يمكن ممكن تكون قرعه ما خدمتوش، لو تلاحظ في كل المباريات خد الملعب اللي على اليمين وكان بيخلي سيف الدرع يبدا مكان بكار عشان يرجع احمد الاحمر يدافع على الوينج بتاخد بالظبط، فممكن تكون القرعه ما خدمتوش. انا بتخيل ده، انا طبعا ما كنتش موجود داخل الكلام ده بس بتخيل ان بدايه احمد الاحمر يمكن هو خد الملعب الاتجاه ناحيه الشمال الاول لاحمد الاحمر قريب من التغيير تمام. طيب الشوط الثاني هيبقى احمد الاحمر بعيد فمش هيقدر يعمل التغيير. احمد الاحمر طبعا قيمه وقامه كبيره ولكن مش هيقدر يلعب ال 60 دقيقه بالاحتكاك القوي والالتحامات القويه دي، وكان بيغير بيعمل تغييره بيطلع احمد الاحمر وينزل يحيى خالد، لان يحيى خالد اميز دفاعيا زي ما بيتكلم كابتن محمد وده حقيقي، كان بيدافع مكانه في اثنين. ولكن في جزئيه برضو مهمه جدا جدا لازم نقول عليها وكنا اتكلمنا فيها هنا، يمكن احنا حتى كنا مستغربين ليه ما بيجريش فاست بريك. انت حضرتك لو تلاحظ مباراه سلوفينيا بيجري فاست بريك من البدايه، تشكيله حاطط بكار الاول مكان سيف الدرع، حاطط السرعات اللي هو يجري في الاول. ليه بيعمل ده؟ لان سلوفينيا عندها تغييره في الدفاع بيعملها، بيطلع لاعب البلاي ميكر وبينزل بالظبط طلع اللي هو زرابيتش بيطلعه وبينزل مدافع قوي جدا في ثلاثة. هو ابتدى يجري عليه الفاست بريك عشان خاطر حاجه من الاثنين، يا اما يستفيد من فاست بريك يا اما يجبره ما يغيرش التغييره دي عشان يبقى دفاعه اقل. وحتى لو رجع ما غيرش بيحصل الموجه الثالثه اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، عدم انتظام سريع لمدافعين سلوفينيا فيقدر يجيب جون سريع، وده اللي استغله الدرع في كوره، يحيى خالد في كورتين، فاكتر من كوره ده حصل. المباراه دي جيري فاست بريك كان بيجري عشان يستغل سواء فاست سنتر سواء الفاست بريك عشان يستفيد عشان من التغييره دي، عشان المدافع المميز ما يلحقش يخش بالظبط، ما يلحقش يخش، ولو دخل ما يبقاش في انتظام سريع، وهي دي الموجه الثالثه ما فيش انتظام سريع في استمراريه الهجمه يقدر يجيب هدف سهل شويه.